أي معنى للقومية في عالم اليوم؟ الناس تتخيل أن هنالك أصل مشترك وتتخيل التواريخ تاريخا مشتركا، لكن هي عادة تواريخ مشتركة. لكن التخيل مهم، لأن التخيل يدخل في القناعات، في صناعة الوعي. وما الفارق بين الأمة والقومية؟ غيري يطابقون بين القومية والأمة، أنا رأيي لا، إن الأمم قد تشمل عدة قوميات. ما الدور الذي أداه الإسلام تاريخيا في تقوية الشعور القومي العربي؟ في شمال أفريقيا في حالة الاحتلال الفرنسي، لا شك أن الإسلام كان مكوناً في الهوية القومية العربية في الصراع مع المحتل الفرنسي، فالدين يدخل أحياناً كعنصر مكون، لكن في حركات دينية لا تقبل أنه عنصر مكون، تعتبره هو الأمة. وأي مخاطر للأيديولوجيا على القومية وممارساتها؟ اللي بأدلج القومية تصبح كل الجرائم يصح ارتكابها باسم هذه المقدسات الدنيوية. وهل تتناقض الفكرة القومية مع الليبرالية؟ إذا أردت أن ألخص لك الليبرالية بكلمات بسيطة، أقول اعتبار الدولة شر لا بد منه، ويجب محاولة تحديد صلاحياتها قدر الإمكان. القومية العربية بين الأمة والسياسة والأيديولوجيا، في حديث مع المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة في قراءة ثانية الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.